بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هناخد النهاردة الريبوسوم. الريبوسوم هو واحد من النون ممبرينوس اورجانيلز. ريبو جاية من الار ان اي، وسوم اللي هو البادي اللي هو عبارة عن البروتين. فالريبوسوم هو عبارة عن منت بارتيكلز، اجزاء صغيرة بتبقى موجودة داخل الخلية، مسؤولة عن sciences of protein، تخليق البروتين. ده بالنسبة لأول حاجة. طب باللايت ميكروسكوب أنا هشوف إيه؟ أنا هشوف إنها بتكون بيزوفيلك. بيزوفيلك معناها إنها واخدة اللون الأزرق، وعرفنا ليه؟ لأنها بتحتوي على حمض اللي هو عبارة عن الـ RRNA، وبالتالي هياخد لي المادة القاعدية هيتفاعل معه عشان ياخد اللون بتاعه، وهتظهر باللون الأزرق. لكن أنا عندي ممكن أنها بتوجد في ثلاث صور في الخلية، يا إما أن الريبوزوم موجود داخل الخلية منقط كده داخل السيتوبلازم، هنقول عليه سبوتي، وده بيبقى موجود في النيرف سيل، أو انه بيكون لوكالايزد ان هو مكان محدد داخل السيتوبلازم. يعني انا بشوف اللون الازرق في مكان محدد هقول عليه لوكالايزد، او ان هو بيكون منتشر داخل السيتوبلازم بتاع الخلية، بلاقي اللون الازرق منتشر كده هقول عليه ديفيوز. الديفيوز ده بلاقيه في خلايا زي خلية اسمها الفايبروبلاست، اما اللوكالايزد هلاقيه في خلية زي البنكرياتيك سيل اللي هي خلايا البنكرياس. ده بواسطة اللايت ميكروسكوب. طيب بعد كده بواسطة الالكترون ميكروسكوب انا هلاقيه عبارة عن الكترون دينس بودي، بيتكون من جزئين، لارج سب يونت وسمول سب يونت. هلاقيه عبارة عن جزئين، جزء بيكون صغير وجزء تاني بيكون ايه؟ بيكون كبير، بيكون دنس ان هو بيكون لونه اسود غامق. ده بالنسبة ان هو بيكون تحت الالكترون مايكروسكوب. بعد كده هناخد الفورميشن بتاع الريبوزوم. تكوين الريبوزوم، احنا عارفين ان هو بيتكون من RRNA وبروتين. البروتين ده طبعا بيكون موجود فين؟ في السيتوبلازم بتاع الخلية. بيجي منين؟ بيجي من الرف اندوبلازميك ريتيكولا. والRRNA موجود في حاجة اسمها النيوكليولس اللي هي النوية، والنوية دي بتكون موجودة داخل النواة. طب هيتكون ازاي؟ انا مثلا انا عندي الخلية دي، دي النيوكلس ودي النيوكليولس، هنا البروتين، لاقي ان البروتين موجود داخل السيتوبلازم بتاع الخلية، بيطلع من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم، وعندي ال RRNA موجود في النيوكليولس. طيب البروتين هيقوم داخل جوه النواة من خلال حاجة اسمها نيوكلار بورز، ثقوب كده بتبقى موجودة على النيوكليوس من بره، علشان تقوم ماسكة في ال RRNA وتكون الريبوسوم. طب دلوقتي الريبوسوم فين؟ داخل النيوكلس، عايز يطلع للسيتوبلازم، هيطلع برضو من خلال النيوكلر بور علشان يقوم بالوظيفة بتاعته اللي هي الايه؟ تخليق sciences of بروتين. طيب انا عندي نوعين من الريبوسوم، او ان الريبوسوم ده انا بشوفه
بصورتين داخل السيتوبلازم، يا إما بيكون فري ريبوسوم أو أتاتشد ريبوسوم. الفري ريبوسوم معناه إنه هو بيكون حر، فلوت، بيكون عايم فين؟ في السيتوبلازم، ما بيكونش ماسك في حاجة. ممكن إن أنا لقيه في شكل اسمه بولي ريبوسوم. البولي ريبوسوم هو عبارة عن بولي، معناها عديد، معناها عدد من الريبوسومات بتمسك بعضها بواسطة خيوط سترينجز من المسنجر RNA عشان يكون لي حاجة اسمها البولي ريبوسوم. أما بالنسبة للأتاتشد ريبوسوم، هو عبارة عن ريبوسوم بيمسك في حاجة في السيتوبلازم. هيمسك في ايه؟ احنا عارفين ان هو بيكون موجود على الأوتر سيرفيس بتاع مين؟ بتاع الرف اندوبلازميك ريتيكولا. هنا مثلا السمول سب يونت وهنا اللارج سب يونت، هتمسك في الرف اندوبلازميك ريتيكولا من خلال ريسبتور اسمها ريبوفورين، وعبارة عن بروتين ريسبتور مستقبلات موجودة على السطح بتاع الرف اندوبلازميك ريتيكولوم علشان تمسك في اللارج سب يونت بتاعت مين؟ بتاعت الريبوسوم. وبكده الريبوسوم مسك فين؟ في الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. ده بالنسبة للأتاتشد ريبوسوم. بعد كده وجدنا ان البروتين اللي تكون خلال الفري ريبوسوم دي من خلالها بيوجد داخل الخلية، يعني هو بيكون يعني بعد خلاص ما تكون البروتين ده بيفضل داخل الخلية علشان يشتغل فيها، او ان الخلية بتستفاد منه، يعني الخلية نفسها بتستفاد من البروتين ده. زي مثلا حاجة اسمها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده عبارة عن بروتين بينتج داخل الاربسيز اللي هي خلايا الاربسيز، يعني هو بيتكون داخل الاربسيز، بيفضل داخل الاربسيز عشان هو اصلا الاكشن بتاعه هو داخل الاربسيز، ما بيروحش مكان تاني. على عكس البروتين اللي بينتج من الاتاتش درايبوسوم، البروتين ده بيحصل له ان هو ريليز اوت سايد، بيخرج بره الخلية علشان مكان اخر بيستفاد من البروتين ده، بيستفاد منه، يعني هو مش بيفضل داخل الخلية اللي اتفرز منها، هو بيروح لمكان اخر او خلية اخرى. عندنا زي الهرمونز والانزايم زي السليفري انزايم مثلا. نيجي بقى للفانكشن بتاعة الريبوزوم عامة. احنا قلنا تخليق البروتين من خلال ايه؟ ان هو بيعمل ترانسليت، ان هو بيترجم لي، او ديكود، ان هو بيفك الشفرة بتاعت المسنجر RNA الى ايه؟ الى امينو اسيد سيكونس. امينو اسيد اللي هي احماض امينية تتحد مع بعضها عشان تكون حاجة اسمها البولي بيبتايد، والبولي بيبتايد دي بتتحد مع بعضها عشان تديني البروتين. كما وجد ان الاتاتشد ريبوزوم هو المسؤول ايضا عن انتاج الانتجرال بروتين اللي موجود فين؟ في السيل ميمبرين.
وبكده نكون خلصنا درس النهارده.